مرحبا بكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام، شكرا زملاء في القدرة على هذا اللحن. نرحب بكم والحمد لله على السلامة. يا لينا طبعا انت جيتي الحمد لله على السلامة، اسمعوا كل حلقة لان كل زول هيشتغل معاك طبعا هيقول لك الحمد ايوه لله على لانه السلامة. طولت من الزمالة الله يسلمك، ويزول هيقوم يقول لك هاتوني سكارت كيف الرحلة كانت جميلة وحلوة طبعا نفس الردود يعني ومبسوطة جدا انه انا يعني رجعت من جديد ان شاء الله. قدمت السودان بشكل لا اكيد طبعا اكيد الحمد لله، تفاعل الناس والوفود اللي كانت موجودة بصورة مشرفة الحمد لله، وكان يعني الفوكس كان على السودان الحمد لله يعني الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. بنتواصل اكيد مع كل مشاهدينا في كل مكان، وللكتابه سحر مختلف يعني، وشكسبير قال احتني مكتبه احتك امه، فدائما وحدك جيل فالكتب والقراءه هي بتصنع الاجيال، وكلنا شاهدنا يمكن في الايام السابقه فوز هديل السوداني الكبير هديل انور اللي فازت في تحدي القراءه العربي بالجائزه الاولى، فدائما دل بدل على انه السودان شعب مثقف فيه شباب نشطين في مجال الكتابة تحديدا والقراءة. لكن من القراءة للكتابة المفردة كونك انك تكتبها ومفردة الرصينة تحديدا، وانك هي المفردة دي تأثر على القارئ، دي حاجة ما سهلة، دي موهبة بتتطلب ثقافة عالية جدا من الشخص نفسه عشان يقدر يبدع في مجال الكتابة ويقدر يكتب كتب وروايات وقصص وغيرها يعني. نعم، تطلب ايضا انه هذه الكتابه تكون محتشده بالافكار والاحاسيس والعاطفه، وعندما تكتب المراه السودانيه فهي تكون صادقه جدا يعني. لما تكتب بس كتابه هسه في الكتابه بعد شيء يعني كل ما نجي يعني المراه السودانيه نحن بالتحديد الايام دي يعني مع المراه السودانيه حسب توجيهات السيد رئيس الوزراء يعني المساحات العظمى المفروض تكون للنساء يعني مساهماتهم فعلا مقدره. عموما ظلت المراه السودانيه تكتب منذ قديم الزمان يعني، كنا بنذكر الكنداكة أماني عندما كتبت للإسكندر يعني، كان النقاد بيعتبروا أنه هذه اللغة اللي كتبت بها أيضا كانت لغة رفيعة جدا، رسالة كان فيها تهديد وعيد، ويمكن يعني كان فيها شيء من الدهاء والمكر في ذلك الوقت. لكن برضو ضروب الكتابة متنوعة عند المرأة، المرأة كتبت لفارس القبيلة، كتبت لأخوها، عندما تكتب للعاطفة تكون أكثر صدقا مرة نعم ثانية. نعم بتكون أكثر صدقا. اليوم داخل الاستوديو معنا الكاتبة دعاء عثمان، أهلا مرحبا بك دعاء. مرحبتين الحمد لله الله يخليك الله يسلمك. مرحبا بك في قناة الشروق وفي صباح الشروق. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا على الفرصة دي، أنا شاكرة. نحن من قبل بيتكلم إنه المرأة عندما تكتب تكون أكثر صدقا، دي الحاجة اللي أنا مصر عليها يعني من قبل يعني. خلينا نتكلم عن فكرة الكتابة بالنسبة لك. الناس يعني في البدايات أزول بيكون متخوف من إنه أنت الأفكار اللي ممكن تكتبها دي قد ما تعبر عنك بشكل مباشر، لكن القارئ قد يسقط عليك، فبالتالي يكون في جزء كده من التوجس يعني. لما بديتي أنت في الكتابة سواء في الروايات أو حتى الكتابة الصحفية، شو الأفكار كانت مسيطرة عليك في الأول كنت متهدي إنك تغيريها، أفكار نمطية بيأخذها القارئ عن الكاتب يعني؟ أول حاجة أنت بتكون يعني حابب إنك تفصل يعني تفصل بين شخصك يعني بالنسبة للمتلقي، بين شخصك وبين اللي أنت بتكتبه. لكن طبعاً الشخصيات في الروايات بالضبط، أنا كده بتحس في إنه أنا يعني زي جردت نفسي أمام العامة، فأنت بتكون متخوف في الفترة الأولى لأنه بتحس إنه بعد شوي حتى حياتك الخاصة حتخش فيها يعني تساؤلات أو استنباطات من الناس وده، فدي بتكون ما فكره مريحه هي بالنسبه لبني ادم. لكن بعد شويه لما تيجي يعني انت كله مدرسه ادبيه انت بتخش فيها بتكون بتشبهك. فانا يعني انا بميل للمدرسه الرمزيه اكثر لانه انا بحب ادي الحاجه بعمق لكن يعني بايحاء يعني ما بشكل مباشر، علشان كده انت بتكون في جزء منك وجزء ما منك يعني، بكون انت بتكتب بصوتك زي ما كنت بالنسبه اكبر انها ما منك طبعا صح؟ اكزاكتلي بالضبط كده، لانه انت في النهايه هي انا بميل للروايه ما القصص يعني، فالقصه بتكون حقيقيه يعني 100% يعني، لكن الروايه لازم يكون فيها خيال، يكون خيال اكثر، لازم تتوي هالشخص اللي بيقرا لك يعني. فانت لما تلقى روحك انت وصلت لمرحله كده وصلت الحاجه دي للناس فبترتاح، بناء على ذلك بتسهب بعد ذاك في الكتابه بشكل يعني مريح، وبتعبر عن نفسك وبتعبر عن اي حاجه انت بتلقاها، لانه الكاتب لازم يكون بيقدر يتبنى مشاعر اخرى خارجيه يعني. نعم، عشان القارئ لما يقرا يحس ان الحاجه دي له هو ومسته يعني. جميل. طيب دعاء، الموضوعات اللي تستنفذ الكتاب عنها شنو تحديدا؟ انا ما بقدر اقول لك، انا ما بحدد نفسي في حته معينه،
لكن ممكن يكون عنده نمط معين، يعني النمط الرمزي النمط المايل اكثر حاجه للرو يعني الرومانسيه، هي مش انه عاطفه بحته لكن انت بتستشعر. يعني انا بحب الادب الصوفي اكثر، فدايما بدخله في اشياء يعني عموما يعني. فانا اي حاجه بتعمق في المعنى بتاعها، لكن ما بقدر اقول لك مثلا في حاجه واحده، على حسب الشيء اللي بيستفزك حاليا او اللي انت حاسه انك محتاجه تكتبي عنه. طيب يعني تقييمك شنو لتجربه المراه في كتابه الروايه في السودان؟ المراه السودانيه كانت اول كاتبه روايه في الوطن العربي يعني لحد يوم الليله كده يعني. هل برضه بترجع للتاريخ القديم تشوف طريقه الكتابه في الروايات، الافكار اللي بيوصلوها النساء؟ المراه عموما زي ما انت يعني قلت قبل شوي انها هي صادقه، وصدقها جاي من الشجاعه. لان انا افتكر المراه السودانيه او عامه يعني المراه بتتصف بالشجاعه جدا، وبتتصف بالاداره يعني، فبتكون قادره انها تتحكم في لو هي مشاعرها لو في المعاني، بتشوف الحاجه بشكل اوضح يعني. فلذلك انا افتكر بتقدر يعني تعبر عن الحاجات اللي في المجتمع، الشيء المفروض يتلمس هي بتخط يدها عليه بشكل حقيقي مجرد يعني. بعد ذاك بتكون ما عندها تحفظ كبير جدا يعني، ما في جانب جبان كبير في المراه بحيث انه انا بخاف من العواقب، فتكون مقدامه جدا يعني. وده اللي يمكن كان واضح في الثوره، يعني المراه كانت ايقونه حقيقيه في الثوره وفي مرحله التغيير. رايك دعاء كتاب كاتبه في المراه ودورها في المرحله القادمه؟ والله انا بفتكر انه المراه هي ما نص المجتمع، هي اكثر من نص المجتمع، كل المجتمع. فانا بفتكر يس احنا يعني دور المراه عموما يعني بارز جدا حيكون، واحنا طبعا حسيت لمسنا يعني. فما شاء الله تبارك الله احنا من بدايه الثوره من نجاحها الى الان، افتكر المراه هي عرضت الفكره السودانيه يعني. احنا برزنا بالسودان زي رجعنا روحنا الحمد لله لزمان العهد الاول يعني. دلوقتي المراه مشرفه السودان جدا وبارزه جدا، وبتعرف تعبر بشكل يليق بينا نحن يعني. طيب لما اتكلم عن الكتابه في العاطفه، المرأة السودانية لما تتكلم في العاطفة، احنا يعني مجتمعنا ده متحفظ إلى حد كبير في الموضوع ده يعني، وكثير جدا النساء ما بيبوحوا يعني بهذه الأشياء، بيفتكروا أن جزء كبير منها مفترض تكون أسرار فقط. كيف الروائية أو الكاتبة تعبر عن عاطفة المرأة السودانية من غير ما تتخطى الحدود اللي وضعها المجتمع السوداني؟ ده بوديك يعني حرفيا للفكره بتاعت المدرسه الرمزيه. انت ما بتكون انت بتكون يعني بتعبر المعنى نفسه، لكن الطريقه فيها ايحاء فيها تغليف على حسب انت يعني اللي بتسمح به حدودك الان يعني. دي الفكره في انك انت بتدي الحاجه لكن ما بطريقه المباشره، ما مباشره توريه. ايوه يعني جل البلاغه في ترميزه، في انك يعني تمشي لها بطريق غير مباشر، فانت بتكون اديت قوه اكثر. لكن احنا ما بنقدر، احنا لا نستطيع، عشان كده احنا بتلقى المراه عموما ما بتقدر يعني تبرز نفسها يعني. احنا ما بنبيع نفسنا يعني، ما بنقدر نروق لروحنا حتى بطريق مباشر يعني. فعشان كده بتلقى الواحد عشان يبرز اصلا ياخذ فتره، بتمشي بتقيف، هل ابرز وهل ارجع؟ لانه احنا بنحب الحيطه يعني. فمثلا انا بنطبق علي انه كسودانيين تقصد يعني انا مثلا انا كسودانيه بفتكر فكري سوداني شديد انا. فالفتره الاولى كنت بحب اكون يعني كده في ضل حيطه، ما كنت دايره اوري ده انا يعني. لكن بعد ذاك انت لما تيجي تلقى انه حتى أنا ممكن اكون جنب الحيطه، لكن ستيل اوري نفسي بشكل لبق يعني، مقبول يعني، مقبول جدا يعني. في فرق بين الشجاعه والجراءة وايوه وانه انت تتعدى حدودك يعني. تكون يعني بتعبري عن جواكي في من خلال مفردات مختلفه، لكن يكون بتناسب مع العادات والتقاليد بالضبط يهمنا وبتمثلنا يعني. بالضبط كده. طيب دعاء منتج دعاء الادبي حتى الان يعني الحمد لله رب العالمين. دلوقتي انا عندي 3 كتب الحمد لله، انا اصدرتها ونشرت بشكل يعني حقيقي في الوطن العربي عامه. كنت بكتب يعني في صحف يعني، انا في السودان يعني ما كتبت في اكثر من جريده واحده، لكن يعني خارج السودان الحمد لله رب العالمين كتبت في كذا جريده يعني. وبعدين في يعني صحف الكترونيه، في مجلات الكترونيه، في ملتقيات الكترونيه، هي كلها عربيه يعني. فانا حسيت انه انا يعني او
يعني عملت فيها وجود يعني، والحمد لله كنت اي خطوه بخطيها بلقى انه في من يعني في اعجاب حقيقي يعني، يعني فدي الحياه كانت بتخلينا امشي للخطوه اللي بعديها يعني ان شاء الله. ما تورينا طيب الكتب دي. انا انا كتابي الاول هو روايه اسمها هي هيام، اللي هي دي صح هيام. هي هيام وهيام الاثنين، هيام كاسم وهيام كصفة للبطلة اللي هي أصلا ما اسمها هيام، لكن دي كانت رواية أنا أفتكر هي كانت فيها يعني جانب كان عاطفي قوي جدا جدا، وكانت هي كلها عبارة عن رواية يعني رمزية فيها حس صوفي عالي جدا جدا. جيت بعد ذاك دخلت على الرواية اللي بعديها اللي هي ممكن تكون يعني منفصلة قائمة بذاتها وممكن تكون تكملة للرواية، تكملة اللي هيام للرواية الأولى. لكن يعني ما قرأ هيام إذا قرأ رواية ثانية ما بحس إنه مثلا دي في حاجة فاتته أو في حاجة سبقته، لا يعني أنا إلا أنبهك، لكن هي رواية قائمة بذاتها وفي النهاية ممكن تكون رواية تابعة لديها يعني تكملة لها. الخطوة الثانية الرواية الثانية دي إذا مسكناها كتكملة حتلقي إنه في نضج حصل يعني للكاتبة وللبطلة ذات نفسها يعني بتلقيها. بعدين الكتاب الثالث هو رسائل صرفية يعني ما فيه أي نوع روائي كده يعني، هي رسائل موجهة من أنثى لرجل. طبعا الروايات اللي اسمها كلام في الحب يعني لا تعرف دي ممكن تكون فيها تشيك زي ما بقول دائما انه اي يعني الرمزيه دي في كثير من القراء بيستمتعوا بها، بعد ده بيبقى الاجتهاد في الكاتب ده كان قاصد شنو والحاجه دي الفكره منها شنو وليه عمل التحليل ده. بالنسبه لك هل بيكون مزعج ولا بيكون ممتع يعني لما يلاقيك واحد من القراء ويحلل بعد ذاك هو يعني على حسب فهمه يعني وطريقته القرا بها الروايه؟ في الاول مش كان مزعج، كان مخيف يعني، كان مخيف جدا. لما العود قوى شوية حسيت انه بقى ممتع وبكون انا كمان عايزاك تسألني يعني عايزاك تغوص كده دي وصل مرحلة انه بقى تحدي شوية كده يعني مش تحدي ليه، لكن طريقة الكتابة تكون ممتعة للقارئ لديرت انه يناقشك في الرمزية بتاعته وكده بصبت كده. وبعدين انت بتكون عايز تتفنن على الشخص اللي قدامك يعني، احيانا انت عارف كل ما الواحد يثق في روحه كل ما بحس انه عايز يدي معاني اكتر واغمض شويه ليه، علشان انت عايز تقود حوار يعني مفتوح. يعني حاسه نفسك اكتر وين مثلا يعني انت حتى الان في الروايه بس ما كتبتي قصص قصيره ولا 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 متوقع انك تكتب قصص قصيره يعني الكتابات القادمه بالنسبه لي دعاء يعني متوقع شنو دلوقتي انا يعني عندي قصتين حاليا عفوا هما روايتين ما قصص يعني انا بميل للاسهاب وطبعا الروايه هي الجانب الادبي الاطول يعني حاليا انا بعمل فيهم. في واحده انا واقفه في حضرتها ما قادره اكملها اسمها اجمل شعب سار يعني ليه، لان مليانه كميه من المشاعر الخرافيه في التحسين. اجمل شعب سار سار اجمل شعب سار فانا دي يعني كل ما بقيف وبحس انه هكملها ولا ما هكملها لسه انا ما عارفه بصراحه يعني، لان فيها في حاجات حلوه لسه جايه يعني ايوه بس هي شفت الحاجات اللي بتكون وطنيه ثوريه دي يعني انت بتحسي انه شوي بتخوفك من روحك يعني فبتقوم بتاخذ منك وقت تفتكرها يعني. وتاني عندي روايه القصص انا ما دخلت فيها يعني، لكن يعني قد تكون يعني الخطوه الجايه باذن الله، لكن انا بحب عموما حتى في كلامي بحب الاسهاب انا. مناطقيا في ناس يعني بيقسموا الروايه عربيه وروايه افريقيه، الادب العربي والادب الافريقي، وديل برضو مدارس كبيره يعني الاقرب لنا بعد ذلك لا بعد في مدارس ثانيه زي ما ذكرت لينا يعني كثيره، انت بتشوفي نفسك في يعني اقرب لها مدرسه او اقرب لها نوع من الادب الافريقي يعني بشكل فيه كثير من الإثارة والسخونة تشبه إيقاعاته وأرضه ومناخه، والله الأدب العربي اللي ممكن يكون يعني فيه برضو خيال إلى شكل كبير جدا يتحدث مرات كثير عن المعجزات يعني. أنا بحب الأدب الصوفي، أنا بحب الفكر الشرقي البحت يعني ما استهوتني القصص الغير كده يعني. وبعدين يعني انت تكلمت عن الافريقي، اذا نتكلم عن مثلا نبدا من بدايه يعني النهضه الادبيه اساسا يعني لما نمسك من اوروبا وفرنسا اللي تفجرت فيها الثوره الادبيه ما مثل لها
وبعدين انا حسيت انه الترجمه بتخون لك بتخون المعاني بتخون يعني تفسد المتعه بتاعتك اكزاكت بالضبط كده يعني. فانا اذا عايز اقرا بقرا بلغه الحاجه، لكن انا بميل انا بقدس العربيه اكثر وبحس انه انا الجانب الصوفي بيستهواني اكثر شديد جدا جدا يعني. بعدين احنا ك ك ك يعني كمسلمين يعني لو جيت اقول بنحب بنؤمن بالمعجزات بنؤمن بالحاجات دي فدي فيها المتعه. فالسرياليه حقت الجانب ده بيكون ممتع جدا يعني. الفانتازيا حقتنا ذات الاسلاميه يعني طقس حلو يعني، او انا اللي بحبه مثلا. طيب دعاء، يمكن يعني الموهبه لما تبدا زي ما ذكرنا بين هي بتحدد طريق الشخص، فانت بدات بموهبه الكتابه والروايه وغيره، لكن الانسان بيكون عنده شخص متاثر به، شخص بالنسبه له مثل اعلى كاتب يعني نفس المجال، بمن تاثرت دعاء اذا كان وجد شخصيه يعني تاثرت بها كاتب؟ يعني انا من البدايه اكثر حق اتلمست كانت يعني الرواد الفكر العربي العقاد نجيب محفوظ، اللي هو ما اعتقد في اديب في الدنيا ما ممكن يكون ما مشى عليهم او ما تاثر بهم او ما اعجب بهم او كده يعني. فدي الحاجات اللي انا كده بعد شويه انا صراحه عجبتني الكاتبات بالتحديد السعوديات، لانه الفتره حقت التزمت في المملكه العربيه السعوديه كانت بتخلي الكاتبه لما تكتب تقرا انها تكتب بتكتب بقوه قوة الدفع يعني خرافية. فأنت بتلقي إنه في يعني مقاومة للحاصل لها لكن مع تحفظ. فأنا يعني أي كاتبة سعودية أكاد أكون أنا قريت لها يعني أو تتبعتهم بشكل خرافي يعني. لكن أنا بفتكر إنه حتى المدرسة الفكرية المصرية أكثر حاجة أثرتني يعني، الوالد الله يرحمه كان هو الملحق الثقافي في القاهرة. فيعني علشان كده أنا باريت الأدب في مصر بالتحديد يعني. فعشان كده غالب علي الجانب بتاع الأسهر التصوف الكده يعني. الكاتبة دعاء عثمان، شاكرين جدا لحضورك ولكل ما قدمت لنا في هذه المفادة السريعة يعني. أتمنى ألاقيك مرة ثانية بإذن الله ونتناقش في كثير من منتوجاتك الأدبية والفكرية. شكرا. أهلا وسهلا، أنا شاكرة جدا وكتر خيركم إن شاء الله. إن شاء الله نتلاقى تاني بإذن الله. شكرا. أهلا وسهلا.